الآن الآن وليس غدا، أجراس العودة فلتقرع. لن نساك فلسطين، سنتحدى، سنواجه، سندافع عن الأرض وعن التراب وعن القدس. لن نتصالح أبدا ولن نمد أيدينا للأعداء، لن نتصافح، سندافع عن الأرض وعن التراب، عن الأهل وعن القدس، عن القدس الصليبة وعن المسجد الأقصى. لن نترك شعبنا الفلسطيني، لن نتركه تدره الرياح. المؤامرة على القضية الفلسطينية تتواصل، محاولات التصفية مستمرة، لكننا على يقين أن هذا الشعب العظيم الذي روى الأرض بدمائه منذ دير ياسين وكفر قاسم مرورا بمذابح متعددة في 56 و67 وغير ذلك، انتفاضات الشعب الفلسطيني لن تتوقف. الذين يظنون أن فلسطين قد انتهت وأن الأرض قد سلبت وأن القدس قد تم أسره وأن الأقصى لن تقام فيه الصلاة واهمون وكاذبون، ولن يستطيعوا أبدا أن يدنسوا أرضنا، لن يستطيعوا أبدا أن يصفوا قضيتنا، لن يستطيعوا أبدا أن يهيلوا الثرى على ملايين الشعب الفلسطيني، هذا الشعب العظيم الذي ضحى والذي ناضل والذي كافح. فلسطين الدولة الوحيدة التي لم تستقل حتى الآن. علينا أن نكون على يقين وعلى أمل وعلى شعور حقيقي بأن فلسطين ستعود، ستعود كما عادت كثير من الدول. نعم، كل إنسان فينا لديه ألم، ألم شديد، نتألم على أشقائنا، على أرضنا السليبة، على حالة اللا عدل التي تسود، على القرارات التي تم إسقاطها، ولكننا على ثقة أن شعبنا الفلسطيني حتما سيعود على أرضه، على ثقة أن صوت فيروز العظيم الذي نسمعه الآن سيجلجل في الناصرة وفي بيت لحم وفي الخليل وفي القدس وفي غزة وفي كل مكان. يا أيها الشعب الفلسطيني العظيم في الداخل وفي الخارج، ثق أنك ستنتصر بحق أرواح الشهداء الذين قضوا، بحق أبو جهاد، بحق أبو إياد، بحق هايل عبد الحميد هايل، بحق أبو إياد، بحق كل إنسان، بحق أبو الهول، بحق أبو عرفات، بحق محمد الدرة، بحق كل شهيد، بحق هؤلاء الذين قتلوا ونتيجة إجرام الصهاينة، بحق هذا العالم الذي وقف معنا وساندنا من أحرار العالم. ستعود فلسطين بإذن الله. كلمات عبد الناصر لا تزال تدوي في أذاننا. القدس أبدا لن تسقط، أرضنا السليبة لن تمحى من الوجود بأي حال من الأحوال. نحن أصحاب الأرض، وهؤلاء جاءوا من كل مكان ومن كل أرض ليسيطروا على هذا الشعب العظيم، على أشقائنا الذين يتضورون جوعا، على أشقائنا الذين يمارس عليهم الاحتلال والظلم والبغي في ظل عالم يحدثنا عن السلام وعن التطبيع، عن أي سلام وعن أي تطبيع. أعلام إسرائيل التي ترتفع في عواصمنا أبدا لن تكون هي الخيار. خيارنا الوحيد هو الأرض، هو فلسطين، هو القدس. الحاجز النفسي موجود طالما لم تحل الأزمة ولم تحل المشكلة. أيها العربي، تذكر تاريخك، تذكر أن ما يجرى مسرحية هزلية لا يمكن أن تؤدي إلى سلام حقيقي، لأن السلام الحقيقي يبدأ من فلسطين.